السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس الثالث في الوحدة الثالثة، واللي عنوانه My Favorite Clothes. My Favorite Clothes يعني ملابسي المفضلة. طبعا كلمة Favorite حبايبي بمعنى مفضل، وكلمة Clothes بمعنى ملابس. تعالوا يلا نبتدي بنطق الكلمات بتاعتنا شكل ما احنا متعودين. أول كلمة عندنا كلمة Built. Built يعني حزام. كراون 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 يعني تاج. بوكيت 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 يعني جيب. سليف 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 يعني كم. كلوذينج 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 يعني ملابس. كوستيوم 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 يعني زي. جلوفز 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 يعني قفازات. هيدن 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 يعني مخبأ أو مخفي. كوتن 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 يعني قطن. تعال نشوف حبايبي يلا الاكسترا فوكابولاري اللي هو مدهالي. عندنا information information يعني معلومات. جلبية جلبية يعني جلبية. popular 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 يعني محبوب أو شايع. hall 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 يعني صالة. library 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 يعني مكتبة. poster 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 يعني ملصق. grades 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 يعني درجات. festival 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 يعني احتفال. useful 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 يعني مفيد. wedding 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 يعني حفل زفاف. better 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 يعني نمط أو شكل. head 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 يعني رأس. من 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 يعني رجال. princess 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 يعني أميرة. robe 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 يعني رداء أو ثوب. suit 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 يعني بدلة. sunburned 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 يعني حروق الشمس. عيد عيد اللي هو العيد. essay 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 يعني مقال. social media social media social media يعني وسائل التواصل الاجتماعي. pen friend pen friend pen friend يعني صديق بالمراسلة. cardboard 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 يعني الورق المقوى والكرتون. تعالوا نشوف حبايبي يلا تصرفات الافعال اللي هو مديها لي. عندنا كلمه celebrate 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 بمعنى احتفل، والماضي بتاعها celebrated celebrated. borrow borrow الماضي بتاعها borrowed borrowed بمعنى استعير. stay stay الماضي بتاعها stayed stayed بمعنى يبقى. protect 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 طبعا الماضي بتاعها protected protected protected. finish finish الماضي بتاعها finished finished finished. give الماضي بتاعها gave give gave. write write wrote wrote. tell tell told told. sleep sleep slipped slipped. hide hide hid hid hide hide hid hid. تعالوا يلا حبايبي نشوف اهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي هو مدهالي. عندنا tell me about tell me about يعني يخبرني عن. get sunburned get sunburned get sunburned يعني يصاب بحروق الشمس. ask for help ask for help يعني يطلب المساعدة. go to sleep go to sleep يعني يذهب إلى النوم. do a school project do a school project يعني يقوم بمشروع بحثي مدرسي. look really cool looks really cool looks really cool looks really cool يعني تبدو لطيفة جدا. from the outside from the outside أنا قلت حبايبي إذا كانت الكلمة اللي بعد ذا بتبتدي بصوت متحرك بنطق ذا دي ذي. look from the outside from the outside يعني من الخارج.
تعالى حبايبي يلا نشوف اول كويز مديهالي، ودي طبعا مديهالي على الفوكاب اللي انا حفظتها. عندنا كوستيومز بمعنى ملابس، عندنا كراون بمعنى تاج، عندنا جلوفز بمعنى قفازات، عندنا هول بمعنى صالة او قاعة. تعالى نشوف يلا بيقول لي where to protect your hands in winter، بلبس ايه عشان احمي ايديا في الشتاء. جميل، gloves يعني الجوانتي او القفازات. number 2 بيقول لي children wear special in the parties، بيقول لي ان الاطفال بيلبسوا ايه مخصوصة في الحفلات، يبقى دي ملابس مخصوصة. يعني ايه ملابس مخصوصة؟ اسمها costumes. تاني costumes، costumes يعني ملابس. تعال نشوف number 3 بيقول لي the king always wears a، الملك حبايبي دايما بيلبس، برافو عليكو، تاج، والتاج اسمه crown. crown. تعالوا حبايبي يلا نشوف موضوع listening وreading اللي هو مديهالي، واهم language notes اللي احنا المفروض نخلي بالنا منها. طبعا بيقول له هاي فارس، اهلا يا فارس. can you help me، انا قلت حبايبي can you، could you، دي بسميها صيغه طلب. وكان يو حبايبي بيجي وراها مصدر، يعني لما اقول لي can you help or helping اقول له لا help. ليه؟ لان كان ده فعل ناقص، والفعل الناقص لازم يجي وراه مصدر. can you help me، وده بسميه كمان طلب مساعده. can you help me، I'm doing a school project about Egyptian clothing. can you give me some information، بقول له انا بعمل مشروع. وخلي بالك ان كلمه project بتاخد الفعل do. I'm doing a school project about Egyptian clothing. can you give me some information، برضو طلبه تاني، ممكن تديني بعض المعلومات. خلي بالكوا حبايبي كلمه information ده اسم لا يعد، فعشان اجيب قبله an، ما ينفعش اقول an information، عشان كده قلت some information. قلنا في الطلب حبايبي بجيب some ما بجيبش any. فقال له هاي توماس، قال له اهلا يا توماس، ده اللي بيتكلم فارس. yes of course، بيرد بقى على الطلب بتاعه، قال له ايوه طبعا. يبقى من الردود اللي انا ممكن اعملها على الطلب ان انا اقول yes of course. what do you want to know، what do you want to know، what do you want to know يعني ماذا تريد ان تعرف. قال له well. what do you usually wear، what do you usually wear، هو انت بتلبس ايه على طول. usually يعني عادة، يعني ماذا ترتدي عادة. ففارس قال له I live in Sohag، انا عايش في سوهاج. and it's usually very hot here، يعني دايما حبايبي الجو بيبقى حر هنا. today I'm wearing shorts and a t-shirt، النهاردة انا لابس. لما جه يقول النهاردة انا لابس ايه، جاب ام وفعل فيه ing. I'm wearing shorts، طبعا ده اللي هو البنطلون القصير او الشورت شكل ما احنا عارفين، and a t-shirt وفانيلا حبايبي. طبعا توماس هنا حبايبي بيقول له cool. can you tell me about some traditional Egyptian clothes، ممكن تقولي بقى عن بعض الملابس التقليدية. كلمة traditional حبيبي كل ما احنا عارفين اسمها تقليدي، بقول ممكن بقى تقولي عن الملابس التقليدية اللي بتلبسوها عندكم في سوهاج مثلا، او الملابس المصرية عموما. فطبعا قال له oh sure، sure يعني اكيد، well حسنا. many men يعني كثير من الرجال، خلي بالكوا حبايبي many كثير للمعدود، طبعا كلمة من هنا جمع. فبقول many men wear the جلابية، كتير من الرجال بيلبسوا الجلابية. this is the long white robe that is very popular، ده الرداء الأبيض الطويل اللي مشهور عندنا في مصر، الجلابية. قال له yes I have seen it، بقول أنا شفتها. it looks really cool to wear، بيبقى شكلها جميل لما ترتديها. ففارس بيقول له yes it's cool، ايوه ده فعلا جميله. because it's made، كلمه made معناها مصنوع. it's made from cotton، ده مصنوعه من القطن. it's usually white، وكمان بتبقى عاده بيضة. but you can get other colors too، بس انت خلي بالك ممكن تحصل على الوان تانية ايضا. the sleeves are long، الكمام بتاعتها طويلة. so we don't get sunburned، عشان كده ما بيحصل لناش حروق من الشمس. فتوماس حبايبي بيقول له are there buckets، قلنا buckets حبايبي بمعنى جيوب، يعني هل في جيوب، يعني هل الجلابية دي فيها جيوب. ففارس قال له yes but they are hidden، قال له بس هي مخفية، يعني الجيوب دي مش برة دي جوه. you can't see them from the outside، يعني انت ما تقدرش تشوفها من الخارج.
فتوماس بيقول له do you wear جلابيز when you're celebrating a special festival؟ يعني هل انتم بترتدوا الجلابيه when you're celebrating لما تيجوا تحتفلوا؟ خلي بالكوا حبايبي اد ار فيرب اي ان جي، وخلي بالك ان celebrate شلت منها الاي لما جيت احط اي ان جي. لما بتحتفلوا باعياد خاصه او مهرجانات خاصه. فقال له we do، يعني yes we do، and the clothes we wear for Eid، والملابس اللي بنلبسها للعيد for example على سبيل المثال are very beautiful، بتبقى جميلة هي كمان. They can be colorful، ودي ممكن تكون ملونة أو زاهية الألوان. Sometimes there are beautiful patterns on them، يعني ساعات كده بيبقى عليها أشكال أو رسومات جميلة. beautiful patterns يعني أشكال أو رسومات جميلة. فتوماس قال له thanks فارس، شكرا يا فارس، that's really useful، ده مفيد جدا، يعني أنا استفدت من المعلومات اللي انت قلتها لي دي جدا. تعال نشوف السؤال الأولاني كده، بقول له what's the weather like in Sohag؟ قال لي it's usually very hot. طيب قال لي what traditional clothes do men wear in Egypt؟ يعني ايه الملابس التقليدية اللي الرجال بيلبسوها في مصر؟ هقول له طبعا ذا جلابية، طبعا اكيد الجلابية. طبعا في صفحة 140 بيقول لي look and read، تعالى انظر واقرأ. بقول مروة is wearing a spotted، وقلنا قبل كده حبايبي spotted بمعنى منقط، dress with a belt، يعني فستان منقط وكمان بحزام. there are two buckets، وفي جبين اتنين، يبقى اكيد دي اسمها مروة. طب تعالى نشوف نمبر 2، بقول ريم is wearing، يعني ترتدي a costume، she looks like a princess، يعني لابسه ملابس مميزه، فهي تبدو كانها princess يعني اميره. she has a crown on her head، وعندها كمان تاج على راسها. she has white gloves on her hands، وكمان يا حبايبي عندها قفازات لابساها في ايديها. تعالوا نشوف حبايبي يلا موضوع listening بسرعه. girl 1 بتقول I went to town to buy a beautiful new dress for the party. طبعا مهم هنا حبايبي ان انا اعرف ان to دي معناها لكي، و to دي حبايبي طالما معناها لكي دايما بيجي وراها الغرض، والغرض ده بيكون على شكل مصدر، يعني بيجي وراها فعل. يبقى تو حبايبي لما بيكون معناها لكي بيجي وراها فعل في المصدر بدون اي اضافات. فهنا بتقول I went to town، يعني انا رحت المدينة. to buy، to buy هنا حبايبي معناها لكي اشتري a beautiful new dress for the party. يعني مثلا ما اقول I go to school، يعني انا بروح المدرسة. طب عايز اقول ليه، اجيب الغرض من الذهاب للمدرسة، فاقول to learn. يبقى to هنا معناها لكي، جي وراها فعل في المصدر. يعني لما اقول لي to learn ولا learning، اقول له والله انا لازم اخد to learn. ليه؟ لان to be وراها مصدر. طب تعالوا نشوف كده، بقول I got some cardboard paper، يعني انا حصلت على بعض الورق المقوى. to لكي، make my poster عشان اعمل الملصق بتاعي، يبقى to برضو جي وراها مصدر، ما ينفعش يجي وراها اي فعل في اي شكل تاني. فقال لي to make my poster، شكل مثال برضو اخر لما اقول لك I go to the library، يعني library حبيبي المكتبة، فتقول لي to learn، يعني to learn لكي اتعلم. يبقى انا هنا جبت to وراها الغرض، الغرض من الذهاب للمكتبة ان انا اتعلم. تعال نشوف البوي، بقول I searched on the internet، يعني انا بحثت في الانترنت. to، يبقى هجيب الغرض من البحث على الانترنت. to find the information for my homework، يبقى لكي اجد المعلومات عن الواجب. مثال كمان زيادة لما اقول لك mom، ماما goes يعني بتذهب، to the market يعني بتروح السوق. to لو قلت لك كمل هتقول يا مستر عشان تشتري خضروات، فقول to buy vegetables يعني لكي تشتري خضروات. خلي بالك حبايبي يبقى to وراها مصدر. تعال نشوف girl 2 بتقول I bought a scarf and gloves to keep me warm، يعني انا اشتريت كوفية وكمان جوانتي عشان تحافظ على دفئي، عشان تخليني دافئة. يبقى تو حبايبي دايما بيجي وراها الغرض، والغرض ده بيكون على شكل مصدر بدون اضافة. تعالوا حبايبي بقى نشوف بعض اللانجوج نوتس اللي هو مدهالي في صفحة 140 برضو. بيقول لي ان لما اجي اتكلم عن الشيء المفضل عندي بقول my favorite thing is my favorite، وانا قلت my favorite دايما معناها المفضل.
طبعا لما اقول my favorite thing يعني الشيء المفضل عندي is، وبعدين اقول اسم الشيء. يعني هنا مثلا البنت بتقول my favorite thing is my sweater. my favorite thing يعني الشيء المفضل عندي هو السويتر. طبعا هنا ممكن اقول بقى my favorite اي حاجة، مش شرط كلمة thing. يعني ممكن اقول my favorite color واقول له my favorite color is red، my favorite color is blue، my favorite color is yellow. ممكن اقول my favorite subject يعني المادة المفضلة، واقول my favorite subject is، واجيب اي مادة. my favorite subject is English، my favorite subject is math، my favorite subject is Arabic. يبقى اهم شيء لما اجي اقول الشيء المفضل عندي بقول my favorite، my favorite. فصفحة 141 حبايبي بيكلم لي عن to اللي معناها لكي شكل ما قلنا، وبيجي وراها الغرض، والغرض ده بيكون مصدر. فبقول لي she went to the town يعني هي ذهبت الى المدينة. to فقال لي to buy a dress، لكي تشتري، يبقى to هنا بيجي وراها مصدر buy. he went to the club يعني هو راح النادي. to يبقى to هنا معناها لكي، بيجي وراها الغرض. فقال لي to play football يعني لكي يلعب كرة القدم. طبعا حبايبي في صفحة 141 مديني revision بسيطة كده عن زمن الماضي البسيط اللي احنا خدناه كتير قبل كده. بيراجع لي تاني على الجملة الخبرية المثبتة affirmative sentence statement. دي الجمل الخبرية. قلنا حبايبي الزمن الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل، تاني بيتكون من التصريف التاني للفعل. واحنا بدأنا نعرف ان فيه regular verbs يعني افعال منتظمة، و irregular verbs وافعال غير منتظمة لما خدنا التصريف التاني للفعل. ليه؟ لان لقينا ان فيه افعال التصريف التاني بتاعها بيجي باضافة دي او اي دي، او بقلب الواي لاي اي دي، او ان انا بضاعف الحرف الساكن وحط اي دي. وفي الحالة دي بقول على الافعال دي regular. وفي افعال تانية الماضي بتاعها بيجي مش بحاجة من دول خالص، ولا بحط له دي ولا اي دي ولا اي اي دي، فبالتالي بيتغير شكله او بيخليه شكل ما هو، وبقول على الافعال دي regular verbs يعني افعال غير منتظمة. طبعا شكل ما قلنا ان بيكون من التصريف التاني للفعل. مديني ان التصريف التاني ده لو كان regular، لو كان منتظم، يبقى هتلاقيني بزود له دي او اي دي او اي دي. طب امتى بزود دي؟ قال لي اذا انتهى الفعل باي شكل كلمة invite تبقى invited. شكل مثلا كلمة live يعيش، الاقي الماضي بتاعها lived، زود دي بس ليه؟ عشان الفعل بينتهي باي. طيب ما انتهاش الفعل بايه؟ قال لي خلاص بزود اي دي، شكل stay كده، الماضي بتاعها stayed، زودت اي دي. طيب carry الماضي بتاعها carried، طب ليه يا مستر بقى؟ ما هي دي واي ودي واي، ليه قلبنا هنا؟ هتقول لان الواي هنا قبلها حرف ساكن، يبقى انا بقلب الواي لاي اي دي لما يكون قبلها حرف ساكن فقط، لكن لو حرف متحرك مش بقلبها. يبقى carry carried قلبت، لكن stay stayed ما قلبتش. ليه؟ لان الواي هنا قبلها حرف متحرك. طبعا عارفين اذا انتهى الفعل بحرف ساكن وقبله حرف متحرك بضعف الحرف الاخير، ودي في الافعال ذو المقطع الواحد. شكل stop stopped، خلي بالكوا حبايبي ان بعد الـ pa sound الاي دي بتنطق تا. stop stopped stop stopped. travel traveled travel traveled. يبقى سواء زودت حبايبي دي للفعل على اصل الفعل او اي دي او اي اي دي، او ضعفت وحطيت اي دي، كل ده بقول عليه فعل منتظم يعني regular verb. طيب يعني ايه بقى فعل غير منتظم؟ قال الفعل غير منتظم اللي ما بعملوش الحاجات دي، يعني ولا بزود على اصله دي ولا اي دي ولا اي اي دي. واحنا قلنا حبايبي اي شاذ لا يتبع القاعدة، فالشاذ بيتحفظ دايما اما القاعدة تتفهم. فعشان كده مديني بعض الـ irregular verbs الافعال الغير منتظمة، شكل buy bought يبقى هنا غيرت شكله، eat ate اكل، swim يسبح swam، sleep slipped، feed fed. لاحظ الافعال دي كلها شكلها اتغير. تاني buy بمعنى اشتري، bought اشترى، eat يأكل، ate اكل، swim يسبح، swam سبحة، sleep ينام، slept نام، feed يطعم، fed أطعم، get الماضي بتاعها got، get بمعنى يحصل على، drink يشرب الماضي بتاعها drink، go الماضي بتاعها went، go بمعنى يذهب، make يصنع الماضي بتاعها made، do الماضي بتاعها did بمعنى يفعل،
كل دي حبايبي افعال شاذة. ليه اتغير شكلها؟ ما زودتش دي ولا ايه دي. مع ملاحظة بقى حاجات كده، يعني انا عندي مثلا حبايبي كلمة hear يسمع، هلاقي الماضي بتاعها heard. ليه بيحطها لي في الافعال الشاذة؟ ما انا زودت لها دي اهو يا مستر، هقول لك. بس هو فعل ما بينتهيش بايه، عشان كده ما ينفعش ازود له دي بس، كان المفروض ازود له ايدي. طالما ازود له دي بس فهو فعل غير منتظم. طب في افعال طبعا بتبقى واحده سواء مضارع او ماضي، شكل كات الماضي بتاعها برضو هلاقيه كات، شكل بوت الماضي بتاعها هلاقيه بوت، شكل هيرت حبايبي الماضي بتاعها برضو هلاقيه هيرت. يبقى اذا الفعل الغير منتظم هو الفعل اللي شكله بيتغير، ولا بضيف له دي ولا اي دي ولا اي دي، او بيخليه شكل ما هو. يبقى لما اجي حبايبي اقول لك اي بلاي تنس، يعني انا لعبت تنس، واجي اقول لك الجمله دي في زمن ايه؟ هتقول لي في زمن الماضي. ليه يا مستر؟ هتقول لي الفعل ده ضاف له اي دي، فبالتالي الفعل ده ريجولر منتظم. والفعل ده ايه؟ تقول لي فعل ماضي. والجمله دي ايه؟ هتقول لي برده جمله في زمن الماضي. لما اجي اقول لك هاني سو اكار، يعني هاني شاف سياره، وقلت لك سو دي في زمن ايه؟ هتقول لي في زمن الماضي، لان انا عارف ان كلمه يرى يعني سي، يبقى الماضي بتاعها سو، يبقى راى، شكل الفعل اتغير، فبقول على الفعل ده الريجولار فيرب، يعني فعل غير منتظم. طيب حبايبي لما اجي انفي الجمله في زمن الماضي بنفيها بكلمه ايه يا مستر؟ قال لي اه بنفيها بكلمه didn't، يعني بحط didn't دي قبل الفعل ورجع الفعل لمصدره. يعني يا مستر ما ينفعش اجيب مع didn't ماضي؟ هتقول لي لا طبعا. مثال لو قلنا هي واتشت تي في، يعني هو شاهد التلفزيون، واجي اقول لك انفي لي الجمله دي، يعني قول لي هو لم يشاهد التلفزيون، فهتقول لي هي didn't ها برافو عليكو watch TV. يبقى ايه اللي حصل لwatched؟ هتقول لي يا مستر بقيت watch. ليه؟ لان لما اجيب didn't لازم ارجع الفعل لمصدره، ما ينفعش اجيب الفعل في الماضي. لما اقول she swam in the sea، يعني هي عامت في البحر، واجي اقول لك انفي لي الجمله دي، هتقول لي يا مستر يبقى she didn't swim in the sea، يعني هي ما عمتش في البحر. يبقى اذا لما نفيت الجملة في زمن الماضي حطيت didn't قبل الفعل ورجعت الفعل لمصدره. قال لي كل الافعال في الماضي حبيبي بن فيها didn't الا فعلين اتنين، هما was and were. was حبيبي، were the verb to be في زمن الماضي. قال لي اذا كانت الجملة المثبتة فيها was او were وقلم فيها، قال لي ما ينفعش ابدا اقول didn't واجيب المصدر بي. امال؟ قال لي was بتبقى wasn't و were بتبقى weren't. يعني في الجملة دي حبايبي بيقول مريم was frightened of the cave، يعني مريم كانت خايفة من الكهف. طيب لما جم في الجملة دي هتقول لا يا مصر مش هينفع هنا اجيب didn't، خلي بالك انه was فعل شاذ ماضي برضو. طيب لما جم فيها هتقول لا يا مستر was هتبقى wasn't، فقول مريم wasn't frightened of the cave. يبقى اذا ما ينفعش wasn't فيها didn't، لازم تبقى wasn't. برضو نفس الكلام لو قلت there were وعايزا فيها تبقى there weren't. لو قلت they were at home، يعني هم كانوا في البيت، وعايزا فيها هتقول لي هتبقى they weren't at home. يبقى اذا حبايبي كل الجمل اللي في الماضي بنفيها بكلمه didn't وارجع الفعل الاصله الا was were. was بتبقى wasn't و were بتبقى weren't. تعالوا حبايبي بقى نشوف الكويز اللي هو مديها لي في صفحه 143. بقول read and choose the correct answer. Mary listened to the teacher carefully، يعني ماري استمعت للمدرس بحرص. ايه ذا لسن؟ طبعا هنا اكيد عايز اجيب الغرض من ان هي استمعت للمدرس بحرص، هتقول لي to understand the lesson. understand يا حبايبي معناها يفهم، يعني عشان تفهم الدرس. نمبر 2 بقول my friend uses her computer، يعني صديقتي بتستخدم الكمبيوتر. ايه her homework؟ برضو هتقول لي انا عايز الغرض، الغرض من ان هي بتستخدم الكمبيوتر ان هي تعمل الواجب، يبقى اقول to do. But my friend uses her computer to do her homework، لكي تؤدي الواجب. Number 3 بقول she is going to travel to England. English. يبقى هي هتسافر انجلترا. ليه؟ هتقول لي to learn يا مستر، لكي تتعلم اللغة الانجليزية.
نمبر 4 بقول I went outside يعني أنا ذهبت للخارج. إيه my neighbor؟ أكيد لو أنا سألتك ليه أنت ذهبت للخارج هتقول لي to help my neighbor يعني لكي أساعد جاري. تعالوا نشوف حبايبي نمبر 2 بقول complete the sentences with the correct form of the words in brackets. I watched TV yesterday هتقول آه مصر طالما في كلمة yesterday يبقى الكلام ده في زمن الماضي. طيب watch ده عادي ولا شاس؟ هتقول لي عادي يبقى هزود له اي دي يبقى watched. خلي بالكوا حبايبي ان التشا ساوند الاي دي بعدها بتنطق تا فاقول watched watched. نمبر 2 بقول I drink tea with milk yesterday هتقول لي اه في yesterday في الاخر يبقى دي من علامات الماضي يبقى على طول الفعل بتاعي لازم يكون ماضي. فدرينك ده فعل regular غير منتظم طب الماضي بتاعه يا مستر drank فقول I drank tea with milk yesterday. نمبر 3 بقول he goes to the market to buying some rice هتقول له اه to اللي معناها لكي واللي بيجي وراه الغرض الغرض ده بيكون مصدر فقول he goes to the market to buy to buy حبيبي بمعنى يشتري. تعال نشوف يلا السؤال الثالث واللي بيقول لي make the sentences in the past form يعني حول الجمل دي لزمن الماضي. طيب بيقول ادم called سامي to ask for help يعني ادم بيكلم سامي لكي يطلب المساعده فهقول ادم مفروض الماضي بتاع calls called سامي to ask for help. خلي بالكوا حبايبي وهتحول ask الاسكت ليه عشان to be وراها مصدر كده كده. نمبر 2 بقول نهال leaves early to catch the bus طبعا هبدأ بنهال اهو. طب الماضي بتاع leave هتقولي ده فعل شاذ يا مستر الماضي بتاعه lift يبقى نهال lift early يعني غترت مبكرا to catch the bus يعني عشان تلحق الاتوبيس. تعالوا نشوف يلا حبايبي general exercises اللي هو مدهالي في صفحة 144. عندنا pen يعني قلم عندنا crown يعني tag عندنا gloves يعني قفازات عندنا spotted يعني منقط عندنا pockets يعني جيوب بقول summer and Aya are in the party summer وآية في الحفلة summer is wearing a dress with 2A يعني لابسة فستان A بA هتقول له يا مصر يبقى انا عايز صفة للفستان فاقول a spotted يعني فستان منقط with 2 يبقى في A هتقول لي في جيبين يبقى with 2 pockets يعني في جيبين اتنين Aya is wearing A on her head يا ترى هتلبس ايه في دول على رأسها هتقول لي اه crown crown يعني تاج she looks like a princess she is wearing white A on her hands لابسة ايه في ايديها هتقول لي يا مستر لابسة gloves gloves يعني جوانتي. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال التاني وسؤال الترتيب قول got dress striped a I have طبعا عايز اقول انا عندي فستان مقلم يبقى هقول I have got قلنا الصفة بتيجي قبل الاسم يبقى a striped dress يعني انا عندي فستان مقلم. نمبر 2 usually do what you wear عايز اقول ماذا انت ترتدي دائما يبقى اذا هقول what اداة الاستفهام. طيب فين الفعل المساعد هتقول لي do you وقبل الفعل الاساسي بجيب كلمة usually يبقى what do you usually wear wear يعني ترتدي. نمبر 3 بقول له he has blue my shirt pockets عايز اقول القميص بتاعي فيه جيوب زرقاء يبقى my shirt يعني القميص بتاعي has blue pockets يعني في جيوب زرقاء. نمبر 4 بقول مي يو هيلب كان عايز اقول ممكن تساعدني يبقى اقول كان يو هيلب مي كان يو هيلب مي يعني ممكن تساعدني. تعال يا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل معانا بقول لي جلابيز اور بقول لي الجلابيه دي قلنا دي ملابس تقليديه مصريه يبقى تراديشنال ايجيبشن كلوز traditional Egyptian clothes يبقى حصلها بسي.
We went to the park. يعني احنا رحنا الحديقة اكيد عشان نلعب مع اصدقائنا. وهنا ده بسميه غرض. يبقى to play with our friends. To play with our friends. حازم studied hard. يعني حازم ذاكر بجد. هتقول اه مستر الغرض انه يجيب درجات عالية. يبقى to get good marks. يعني عشان يجيب درجات جيدة. Number four. Bully, they went to the library too. اكيد راح المكتبة شكل ما قلنا ليه. هتقول لي عشان يقروا الكتب. يبقى to read books. To read books. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال choose معنا. بقول انجي uses a pen. A hair is a. طبعا انا عايز الغرض من استخدامها القلم. هتقول لي to write. Hair is a. طب number two. بقول لي they ate some new books to read last week. هتقول لي يا مستر last week دي من علامات الماضي. فالمفروض ان انا اجيب فعل ماضي. فهتقول لي they bought. يعني هم اشتروا كتب جديدة عشان يقروها الاسبوع الماضي. Number three. I wear to protect my eyes. انا بلبس ايه عشان احمي عيني. هتقول له مثلا انا بلبس sunglasses. يعني نظارة شمسية. Number four. Reem is wearing on her hands. يعني ريم لابسة ايه في ايديها. هتقول له gloves. gloves اللي هو الجوانتي. She is wearing a crown on her. يا ترى هتلبس التاج فين. هتقول له مستر التاج بيتلبس على الرأس. يبقى on her head. تعالوا يلا على السؤال الخامس. وقولي صحح الاخطاء او الكلمات اللي بين الاقواس. I went to the cinema and ate the new film yesterday. هتقول له مستر yesterday من علامات الماضي. وكمان هنا بيقول and يعني واي. يبقى لازم الفعلين يبقوا في نفس الزمن. فهقول and watched يعني وشاهدته. يبقى انا روحت السينما وشاهدت فيلم جديد. Number two. بقولي she used the internet to doing a project. هتقول له يا مستر to دي ويجي وراها الغرض. والغرض ده بيكون مصدر وردوه على طول. يبقى to do. Number three. بقولي I go to the bedroom a sleep. هتقول الغرض يا مستر بيجي قبله to عشان ده مصدر. يبقى to sleep. Number four. فريدة is in the park last week. هتقول له يا مستر last week دي من علامات الماضي. فما ينفعش اجيب is. طب الماضي بتاعها هتقول لي was. طب لو قلت لك ان فيلي دي هتقول لي wasn't. يعني ما قلتش didn't. هتقول لي لا. كل الافعال بتتنفي ب didn't ما عدا verb to be. بيتنفي ب wasn't weren't. was تبقى wasn't were تبقى weren't. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال paragraph. وده سهل جدا لانه بيقول لي اتكلم عن الكلوز. الكلوز حبايبي اللي هي الملابس. وطالما هتكلم عن الملابس عموما يبقى لازم ابدا الباراجراف بتاعي بالجمله دي. There are many kinds of clothes. يعني في انواع كتيره من الملابس. تاني there are many kinds of clothes. يعني في انواع كتيرة من الملابس. طيب يا مستر هو جايب لي جلابية وجايب لي سبوتد دريس وجايب لي سترايبد سكيرت. هنا ممكن اتكلم عن بابا. ممكن اتكلم عن اخواتي. ممكن اتكلم عني انا واقول انا بحب البس ايه من الحاجات دي وبعد كده اوصف. يعني مثلا اقول my father بابا likes بيحب to wear ان هو يرتدي A جلابية. يعني بيحب يرتدي جلابية. طب عايز اقول هي مصنوعة من القطن. بحقول It's made from cotton. يعني يا حبايبي مصنوعة من القطن. ممكن حبايبي اتكلم عن نفسي. يعني اقول I like to wear. يعني انا بحب ارتدي a spotted dress. يعني فستان منقط. It has two pockets. يعني فيه جيبين. تاني it has two pockets. طب ممكن اتكلم عن اختي مثلا وقولي هي بتحب تلبس جيبة مقلمة. فاقول my sister likes to wear. يعني بتحب ترتدي a striped skirt. يعني جيبة مقلمة. وقول it's her favorite.
يعني هي المفضلة عندها. ويبقى كده انا كتبت باراجراف بسيط وسهل جدا، ولكن شكل ما قلتلكوا اوعى تنسى الاندنت الفراغ، وكمان اوعى تنسى انك تبدأ كل جملة جديدة بكابيتال لتر. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبايبي، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو ما كنتش متابعنا من الاول، تابعنا من اول درس، من اول وحدة على قائمة التشغيل اللي مكتوب فيها الخامس 2023. هتلاقينا شرحين المنهج من اول درس لغاية ما احنا واقفين لغاية الدرس الثالث في الوحدة الثالثة. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية مع الدرس الرابع. جود باي، السلام عليكم.